السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول كلمة نقوله حسبي الله ونعم الوكيل به. رغم اليوم نويلي زعما بشو وقفون به، أضل استدعى الأول أضل استدعى الثاني بحكم جيت نعمل في الهجر. أضل فمش قانون، القانون كان علينا احنا وطو ندخله الناس كل بارتاجي اللايف هذايا بحكم ممكن آخر لايف نعمله هذيك بلادنا صاحبي. هذا استدعى الأول، هذا اللي صورته لكم، هذا الاستدعاء الثاني ها باش تقروه. هذا يا 6 7، هذا يا 5 5 7 ولا 6 7. هذيك بلادنا صاحبي، نحب نوصل المساج هذا للرئيس وللي تاع القانون وباش نحكوا فيها وباش نفركوها كل هيك. خلينا نصور لهم هذايا المساج نتاعهم، خلينا اول حاجه نبارطاجيه اللايف هذا. ان شاء الله اصحابي كله الجرديه والباجا تاع تونس كل هيك. اليوم على يناير وغدوه عليكم انتوما، راهو اللي يعمل الخير بلاد هذيا راهو يدنى. ما تقوليش قانون تو نفسر لك انا القانون نتاع القانون راهو كان علينا احنا به. راهو اللي يعمل الخير. انا اليوم معمل باش يدوروني باهي ولا ما تقوليش لا قانون وممنوع مش ممنوع واحد باهي يا سيدي. نحب نوصل مساج للمسؤولين يكون هيك. ميرسي على الاستدعاءات اللي بعثتهم لي يكون هيك. اليوم معناها في بالي باش نمشي نبحث. كلمني مفيد محامي قال لي زمان راهو لعب لك اللعبه بحكم الوالي جابد الوالي وجابد الاطار الامني الكبير وجابد المندوب وكذا. واحد شفته اللي يعمل الباهيره وما يدناش باه. ما تقوليش قانون تو اخرج من القانون وممنوع عليك ومش ممنوع عليك باهي. القانون نتحاسبه الناس الكل هيك. انا نتحاسب، المندوب يتحاسب، الولي يتحاسب، الاطار كل يتحاسبه. انا جيت راني اول حاجه كي صورت راهي المراه في بالها والمراه اللي شورتني والمراه هي بجنبي من هنايا باش تعرفوا البلاد هذه راهي داخله في حيط. البلاد هذه راهي داخله في حيط باه. انا اليوم كان مشيت اليوم زعما باش يدوروني طول معنا. كان مشيت اليوم نبحث بلي نمشي قالوا لي في اخر لحظه ما تمشيش زماله راهو باش يدوروك راهم لاعبين لك اللعبه غادي كذا. انا نحب نوصل مساج المندوب والوالي والامن باه. نعطيك حاجه صاحبي، الحبس له للرجال باهي ولا باهي، لكن توقف ما عنديش علاش عمل لاني مصنف ارهابي لا سرقت لا خطفت ما دخلت وكذا. واحد ما جيني تنبيه مثلا على الصغار، ما تقوليش ممنوع مش ممنوع والصغار مش الصغار باهي. الصغار اللي انت تولد بيهم اني ما نصورهمش باهي، وراني قبل لا نصور صغاري ام عطيتني الفرفير معناها قالت لي زمان صور بحكم انتم ما تلفتوا لحتى حد. المراه هذه اللي بجنبي باش تعطي شهادتها اني انا معناها راهي هي اللي قالت لي صور لي صور لي صغاري وصور لي كذا باهي. هما يعملوا فيها هذا الكل هيك باش يسكتوني. نعطيكم حاجه، راهو دخلت الحبس اليوم ولا غدوه ولا بعد غدوه ديجا يحبوا يمرمدوك معناها يقول لك عيد وعواشير هيا خا ندوروه ونخليه يتمرمد وكذا وكذا. لا بالعكس راني حاطك في مخك كل والي كل مندوب اي مسؤول باش يغلط في توزر ولا خلش توزر راني باش نفضح الكاز. ممكن باش تهددني بالحبس باش تهددني بتوقفني باش تعمل كذا تعمل كل هيك راني ما نتوقفش باهي ولا شد الحبس نشد ونشد الحمد لله الحمد لله عواشير عبد شد حبس. معناها شنو معناها باش تحرمني من حرمة العيد فرحة الدار فرحة العائلة كم كون مرمدو توز راهي برجال تونس راهي برجالة راهو اللي باش تبكي علي امي انا تبكي علي امك انت قابلي انا هذا اللي يعمل به باش تقول لي قانون ولد امه. صحيح اخويا غلطنا صورنا الصغار اني انا شفت الحالة هذيك ما عادش خم ولا في قانون ما عادش خم في حد شيء وراني قابل نصور راهي ما عطيتني الفوفير هذه جاية معايا بعد بعيد شوية فما نصوروش الاولاد باهي تزري صحتي يا اخت الغالي سلمي باه قبل لا نجيك كلموني داركم ولا دار آه. والله ما في باليش انا يا خالتي يعطيك الصحة على التصور ماني شاورت قبل لا نصور صغار ولا ايه شاورت آه. معناها عندك الحق نوصل لك مساج ما عنديش الحق مساجك نوصلوا لك والله انا واحدة من الناس ماذا بيا منع صوتي وحالتي توصل للعباد يعاونوني راه ماشي تو انت لاباس تو ولا تو مخر قبل ولا تو اه خير برشا من قبل جابلكش مسؤول حاجه مجاه ربي على الاقل حتى حاجه قاضيه جابلك تو جابلكش حتى مسؤول والله اليوم ما جا حد اليوم باه هذيك الام اللي معناها ما عطيتني في الفيل باش نصور صغار باه. خلينا نعطيك حاجه راهو الخوف كمان ربي راهو ما نخاف من حتى حد اما ميساج برك ممكن اخر لايف مانيش عارف غدوه بعد غدوه اكيد باش ديجا نخلي رسالتي قبل حتى لا توقف باه. علاش هما راهم عصابات راه كلمة حق ما تقالش هما راهم عصابات ما تقوليش قانون قانون نخليه على جنب كان شاف فما قانون لهنايا هما يتربطوا مش وانا نتربط ممكن تدخلت وتسرعت وعملت ما كوليك اما في الاول والاخر مو جيني تنبيه باهي ولا هما لا شماته يا صاحبي راه
اللهم لا شماتة، فهمتني ولا؟ والحمد لله ورايا خمسة رجال وعادي ولاباس وديما القدام وعلى تونس نضرب بالله على تونس الغدوة الحية، أما سمت له بعد غدوة تلقاني في القصرين، في بوزيت، في كذا، أي مسؤول يغلط راني باش نفضحه، بالعكس توا باش نحطكم في روسي راه، أي مسؤول وأي توز يستحقني عنده فساد، عنده سرقة، دمروه كذا راني باش نصور، راه ما يحبسني حتى حد، بالعكس هذه راهي شجعني، ونحب نوصل لك يا ولي توزر، راه أنا يا أنت في توزر، يا أنا يا أنت، راهي شفت نعطيك حاجة، رانا مشنا رجولية شريناها، رانا تخلقنا فيها رجولية. راهو لا خوفني لا حبس، لا خوفني كذا، خليتك الميساج هذايا، زوز دعوات يا رسول الله عليه، عليه زوز دعوات، رئيس الفرقة يطلب فيها من الصباح هيا هيا، فهمتش علاش؟ هذا كل هيك مقلقكم معناها أنايا، هذا كل هيك باش تحطوني في الحبس، فما شيء معناه، ما تقوليش قانون، صحيح أخويا غلطنا صورنا صغار، بس تعرف أني ديجا مانيش قاري قانون على الصغار وكذا واحد، أنا تفاعلت بقلب ورب، أنا تفاعلت على الصغار وتفاعلت على كل شيء، وأي واحد موقف فيه أنايا راه باش يصور أي حاجة. باش يفضح الكوازي هذوما باهي ولا علاش القانون يجي يتربط كان علي انا علاش القانون ما يتربطش المندوب ولا الوالي ولا المسؤولين المعنيين بالامر علاش كي منعنا العائله هذه في كليماتيزير ورايا وعلوش ان شاء الله يجي غدو حي من النفطه علاش علاش القانون كان معنا احنا معناها يتطبق معنا ما تقولش قانون نحي قانون هذه حاجات انسانيه هذه حاجات اقوى من قانون تلقى صغار يعلم بهم كان ربي صغار قاعدين في 58 درجه سخانه صغار ما عندهمش لا تالي لا والي وما عندهم حد شيء لازم تتدخل في اقرب وقت باش تصور باه راك تصور انت موضوع كان صور موضوع يلزم نوثق اللعبات شوف شكون قالك ساعات تصور باهي تقولي قانون تصور انا نلعب عليك وجايب عائله متحايل عليك كذا واحد ما نصورهمش وجوه ونقول لك هكا وكا وكا وننزل مانديل باهي حكايه الفلوس اللي برشا عباد ماهيش عارفه الفلوس هذيك راهم اصحابي اللي عايشين في الخارج ما تقوليش ممنوع ولا مش ممنوع هذوك اصحابي هنايا ومدلل عليهم هذايا الواتساب نتاعي واصحابي اللي بعثوا لي فلوس والامانه المره هذه ما تقوليش فلوس مانيش جمعيه باش نلم فلوس وحاجه قصدت اصحابي بعثوا لي فلوس وورتكم فلوس اني معناها راي باش نوثقوا انه معناها المراري قاعده ماشيه وتتحسن به نحب نقول لك حاجه يا ولي توزر ان شاء الله الرئيس تفرج فيه وهذيك بلادنا ان شاء الله تسندوني اليوم زمال بعد غدي يبدا كاش وتقفصر بعد غدي كاش باج اخرى ما تلقاش كذا وكذا مانيش عارف حريه شخصيه ولا حريه كذا ولا باش نكشفوا الفساد كيفاش باش نكشفوا الفساد والهم الازرق في الولايه نتاعنا به اثنين هو موت نجم تبعث لي تنبيه زمان راك ممنوع عليك تصور صغار وكذا وفسخ الفيديوهات وكذا وعندك في المسؤوليه هم واش عملوا كوليك بحكم جابت اطارات امنيه جابت الوالي جابت المعتمد جابت المندوب في لحظه يا ابو قلب معناها انا عم اطناش نشكي بالحرام جوني زوز دعوات جاني استدعاء اليوم وغدو حي جاني استدعاء وان امس يطلبوا فيا اليوم نادى باي ولا وعلى اساس اليوم باش يدوروني راه على السلام باش نتوقف مانيش عارف من بعد غدوه الله اعلم هذا اللي حبيت نوريهولكم راهو اللي يخدم البلاد هذه صح ما فيهاش شماته شوف لك الصغيرات انا ما عندي حتى انا راني جيت نعمل في الخير حصل لك فيك باهي ولا وعرفت صاحبي على الاقل من سندني وعرفت شكون عدويا وشكون كذا والله اللي يحط موقف الموقف هذايا وراكم ديجا نعطي حاجه للجرديه انا ود عمي راني كي عمل راه ما عندي حتى مزيه راهو اليوم زمال بعد غدوه افلام معناها ما فيهاش شماته ديجا انا نشوف لعبات تضرب عليا برا ولا هنا كعبه كعبه ولا اثنين نحي الحسد نحي البغض نحي كل شيء هذايا مش مسؤولية لعب عليك هذايا واش عملنا عملنا حتى شيء نقدنا زوج صغار في العائله هذيك كيرا هاو جايت زوج دعوات هذا استدعاء وهذا استدعاء واليوم كان مشيت راه دوروا لي الحبس ما فهمتش علاش هذا زوج صغار اي برا خويا غلط صورناه ما هو القانون قانون طبق على التصوير هاو كما صورناش راهم قاعده في السخان هانا عيطنا قلنا زو صغار مطيشين في الشارع كربصنا معناها حتى تعاونونا جماعه اصحاب من برا نغرتوا معناها يلزم يدخل الحبس معناها نعطيك حبس الحبس يا رجال مش خايف من الحبس راه يا ولدي يبكي على ساعدك يا ولدي بالعكس سوى الحرب باش تبدا بينا وياك وولي توزر انك انت البارح يا خويا صح عليك بالك انت من الدور البارح في 12 تعليل تحول توزر صح عليك يا صاحبي نفوذك هاي ماشي يعطيكم الصحة ويعطيه الصحة ونمحي حقوق الإنسان اللي يحكوا عليه وين المجتمع المدني نتاع توزر وين باج توزر باش تضرب على الزمال وين كذا للدرجة هذه أنا يهودي معاكم للدرجة هذه أنا خايب معاكم حط روحك موقف هذا شوف زمال وش يعمل عليك والله لا يطيح واحد جريدي أما شوفوني من بعد شوفوني من بعد تلقى واحد جريدي ما هيك موجود في القصر هذه وشوف توقف معاه ولا راني قاعد نضرب على بلاد مش قاعد نضرب على بلاصة أخرى راني قاعد نقاضت عائلة جريدية ما نقاضش عائلة من اليهود هذه للدرجه هذه يجي معناها بسام باشا ولد قفصه معناها عايش البرة يضرب عليك بالبونيه
يرحم والدين وليدات. انا من توزر تلقى باجي توزر، واحد مهبط لي عرس، واحد مهبط لي كذا، الى متى باش تلمع بعضنا؟ اليوم زمال غدوه الحي منتصر، بعد غدوه صابر. اما نعطيكم حاجه، فاش راهو مش معناها تعود هز تاع الناس وعود كذا، فاش اني عاود زوج عائلات. هذا ما يلزمش يعيدوا في دار كامل بلي ودار مزيانه، لا يلزم يعيدوا في جهنم ويعيدوا في كذا، لا ما تمنحهمش العائله تضمه. ماني غلطت يا خويا، ابعث لي ميساج، ابعث لي تنبيه. مش اليوم، اليوم كان مشيت الصباح يدوروا طول، اليوم الصباح كان مشيت المحامي قال لي دورك طول على الشيء اللي شافه، على الدوسيات اللي ماشيه فيها والتقارير اللي ماشيه فيها. فهمتش علاش تصنف ارهابي ولا علاش هذا كله يقول لك عواشير وعيد، هاي نخرشوه، هاي نخوفوه، هاي نمرمدوه، ما تدري فماش قضاء يخدم كذا واحد لفقوا لها القضايا ما هو شاطرين هما. نعطيك حاجه صاحبي، راك انت تخاف من الحبس حكم مسخ، انت ما يخافش راه، راه مستحيل يخاف راه، وطبق القانون. هاني خليت ميساج مشني عارف اليوم نتوقف غدوة بعد غدوة توقف، راني ما عملت شيء، راني جيت نعمل في لجر، جيت نقاط من العائلة. صحيح نغلط، راني مازلت صغير، مازلت ما تشوفش انت عمرك 70 سنة، راني تاون حطيت رجلي للدنيا ومانيش صحافي باش تحاسبني، راني مواطن عادي. هذا اللي حبيت نوصل لك ميساج، كي نغلط اغلط على الاقل واحد صحافي. انا راني مانيش صحافي، راني انسان تاون حطيت رجلي للدنيا، راني بعثت ميساج مش تحليل فيكم راهو، اما باين لكم عواركم كيفاش. تمنيتوا اللي عملتوه هذا استدعاوات، راكم بعثتوهم مندات المرة هذه، راكم جيتوا عيطتوا غدوة مع المرة هذه، راكم جيتوا فرحتوا هالعائلات هذوم. هذا اللي حبيت نوصلو لكم، راهو تو حليتوا باب جهنم على ارواحكم. راني حتى بعد العيد راني باش نعتصم في الولاية، يا انا يا الوالي، واي مسؤول يغلط وجاي لتوزر وبما يخدمش توزر راهي نهايته هيك. شفتوا الجريدية راهو راكبني الدم والاعصاب. علاش هذيك بلاد هذاك وقتنا تو اللي يخدم بلاده بقلب رب، اللي يقول نظيف، اللي يقول نتاع لا زطله لا شراب لا شيء، كي جيت نسكر ملفقوا لي لا حاجه، اي حاجه يلفقوها لي. راني فاش اللي حبيت نشوف المظلمه هذه ما عنديش عملت. علاش استعوت ورا بعض ولا بعد؟ علاش؟ لقيت الروح بعث استعوت ورا بعض للدرجه هذه؟ انا مهم عندكم وتطلب فيها بالتليفون، هاو نيميرو المنطقه ونو، هاو نيميرو المنطقه. اتفرج ولد عم، علاش ولد عم هذا كل باش تدوروني اليوم؟ هذا كل مصنف ارهابي، شدته الارهاب وشدته، شدته هو الواحد. هاو نو 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 من تفرجوا من المنطقة. هاو نو المنطقة سيدي لي. هاو يطلب فيا ورا بعض، هاو وين؟ هاو منطقة توز، العشرة وخمسة يطلب فيا. هانا كل شيء، شفتوا البلاد؟ هذيك بلادنا ساعة. اليوم زمال حقوق الإنسان الله أعلمهم. محامين تاع توزر يا أخي للدرجة أنا ما تعرفونيش. للدرجة موقف يوقف معك حتى محامي معنا. تراني نخلص راه اليوم الاخت هذيا بعد غدوه تجيك مره اخرى في توزر. هذاك واش خلانا راه مانا فريقتين حنايا ومنيت نكونوا يد واحده. ما تحطش زمال اليوم، حطهم بعد غدوه باش تكلم الحق، راه باش يجرك كيف زمال. ها هو علاش؟ علاش الدرجه هذيا زوز دعوات؟ علاش؟ قتلت روح، ضربت عائله، حطمت عائله كذا، هذاك هي ظلم هذيك البلاد. ونتهنى ونقسم بالله العظيم مش تهديد فعل راه. اول حاجه راني مستعد الحبس وفرحان ندخل الحبس اني بحكم نظيف. ثاني حاجه راكم حليتوا باب جهنم على روسكم. اي مسؤول باش يغلط راهو باش يصير اعظم من هكا، وراني باش نصور وباش نهبط وباش نعمل كل شيء. تونس هذه راهي فيها رجال باهي، ولا انتم حطيناكم في الكراسي باش تخدمونا مش باش تشكوا بينا، حطيناكم احنا راه ان شاء الله الرئيس يقعد في باله. هو نقولها لك نداء للرئيس، هو حاب يثور فتنه وعارف المره فاتت الاعتصام اللي عملناه احنا، هو حاب حتى قبل 25 جويلي حاب يثور شنعه في توزر. اش معناه ولد توزر يعمل هكا؟ هذيك هي الغايه كل راه. ما تقوليش راهو مع الاستفتاء اظهر وضد كل شيء اظهر، ونعطيك الوالي تاع توزر راهو تابع محسن مرزوق ولي 6 سنين في توزر، ما الدعروقه عصاباته كلها معاه ولي توزر هذايا من 2018 هو لهنا، وراهو داخل تابع حزب، تابع حزب خلط كل شيء. معناها 6 سنين الوالي الوحيد تاع توزر ما دعروق هنا، لين وصل العرس وعمله في فرنسا. منين جات الفلوس؟ تو جاب حتى ما عنده حتى فرنك. منين جات؟ منين جات الفلوس الكل هيك؟ حنا منطقه منكوبه ماشي لفرنسا وشي خفاء. يا اخي سيادة الرئيس انت الناس الكل ما شفتهمش، توزر ما شفتهاش معناها. هذه هاي تنوريك الخنار، هاي شوف السرقه نتاع شنو شي معايا، هاي شوف السرقه نتاع المعتمدين، هاي شوف السرقه نتاع البلاد، هاي شوف السرقه نتاع الاراضي، هاي شوف الاراضي كيفاش السرقه تهزوها صحاح، لا ثم تقرير ماشي لا شيء. هذاك علاش هما يحبوا يسكتوك بالاستدعاوات اني هما ركبوا لي على الحدث باش ما عادش نتكلم على ولايه توزر. فهمت الشباب؟ ماهوش الشباب يتكلم، وعندك حريه تعبير، وفضح الكازي وفضح المسيخ. هانك ما فضحناش احنا راه، عملنا حاله انسانيه، منعنا عائله من الموت 58 درجه. ها تبارك الله ورا بعض استدعوات وما تقدر تكلم فيه. ما عندي ما نقول، كان حسبي الله ونعم الوكيل.
وما تقوليش معناها راهو قانون وتبدا تركبولي على القانون وما حقكش وما حقنيش وكذا. واحد انت حط روحك بلاستيك زوز ملايكه صغار في الشمس 58 درجه مش وتشعل برك باهي ولا ما تقوليش قانون خلي على جنب. كان جا فما قانون في البلد هذيا راهو ما تحاسبوا كليك راهو تحاسب الغنوش وتحاسبوا كليك هذوك ما يتحاسبوش نتحاسبوا حنايا الزواول ما عندنا حتى شيء عندنا كانوا جرب حاول نتحاسبوا القانون راهو يطبق لنا احنا هما ما يخافوش راه ما يقولكش هذا عنده شعبيه لا مين مين لا لازم يدخل الحبس هي لازم يتربى كي ندخل الحبس ونخرج لك اعظم منك يا راه سيدي خليكم معاني ما نقول ان شاء الله استندوني نسك وليك ما نطلب منكم حتى شيء ان شاء الله يبدا يوصل للرئاسه ان شاء الله يوصل للوزاره وراه عندي برشا دوسيات نتاع مصيخه لهنا برشا دوسيات مش كذا انا عندي واحد في الحامه طيح من نخله انا تجقر وكذا واحد ما عنده حتى تعويض ما تلفت له حتى مسؤول تصور الدقله اللي طلعت لكم عندنا واحد مسكين طفل شباب مسلان وتقسم مسكين انا طاح من نخله من الحامه نتاع جريد مشى له حتى مسؤول ما دار به حتى حد تو نوريكم الحالات نتاع توز الهم اللي عايشين فيه الضو تو نحكي انا وياكم الضو قاعد يقص ويحل هذا اللي نعاملوا لجر ونوقفوا مع عائلاتنا ونوقفوا مع بناتنا ونوقفوا كذا ماذا بيه المراه دي راهي ماشيه لبلاصه لبلاصه ما عندي ما نقول لكم يا مسؤولين نتاع توز حسبي الله ونعم الوكيل العواشير ونعطيكم حاجه راكم حالتكم بالبلاء على روسكم وراني ندخل للحبس اليوم ولا غدوه الحياه ما دخلها برجت اما خليكم العاره نتاعكم وراو القانون يتطبق كان علينا احنا قانون يتطبق كان على الزوالي علينا احنا نطبقوا ما عاونوناش حتى فرنك جابوا لكش حاجه عطوكش باندا مدام لا عطوكش فلوس اجيت مرات نحكي لي من المواطنين المندوب كي جاء امس عطاك فلوس لا عطاكش حتى 10000 من عنده جاك شوالي لهنا ولي تعطوه ما جاكش جاكش معتمد الاول ما جاء حتى مسؤول طلع عليه حتى غدوه الحي باش نفر معناه عند معادي ها ما طلعوش عليه حتى مسؤول هاي مره بجنبي ما طلع عليها حتى حد ها جا من فرنسا كذا يجيب لها حتى الشوكولاته يجيبها من فرنسا هذاك ولي توزه صح عليك صح عليك يا صاحبي وان شاء الله الرئيس يس قرار يا صاحبي ولا انت ولا المسؤولين ونتمنى اي مسؤول كبير يستدعاني ونعطيك الخنار تاع الولايه دي اسرارها كلها عندي انايا الخمج نتاعهم كلها عندي انايا راه سرقي الاراضي سرقي الاراضي سرقي نوامر كمشة عصابات عصابه مع بعضهم تقارير مشي ماشي عندكم حق بحكم الوالي مش قال حد شيء ها هو الوالي فيش نفوذ انه مربطوا الشخص هذايا باش ما يتكلمش على توزر حسبي الله ونعم الوكيل فيكم في العواشير وهذا كان ميساج وصلنا ان شاء الله نلقى نداء من عند الجريده واقفين معايا اولاد بلادي وان شاء الله الانسان يتحرك وان شاء الله محامي يتطوع معايا ويوقف معايا نحبكم برشا برشا وراي رجوليه مخلوقه فينا يا ولدي واحلى تونس يا خويا الحبس او الرجال وان شاء الله صاحب ما بيناتنا الايامات ان شاء الله السلام عليكم الناس كلكم